زي ما قلت لكم في بداية الكلام إن الصحفيين والإعلام عليهم مسؤولية كبيرة جدا ومسؤولية وطنية عشان بلدهم. في الفترة اللي فاتت دي كان عليها حرب شديدة سواء داخليا أو خارجيا، وكذلك الصناعة الوطنية عليها نفس الحرب داخليا وخارجيا. خارجيا من الناس اللي لها مصالح في ان يتدخل المنتج بتاعها مصر، لان مصر ما عليهاش اي قيود ولا اي رسوم او اي عوائق لدخول البضاعة دي. وفي نفس الوقت مصر بلد زي اي بلد فيها ناس لها مصالح شخصية ومصالح فردية بتؤثرها على مصلحة الوطن. مالك فجد دور النهاردة للإعلاميين ان هم يفصلوا ما بين الحي ويفصلوا ما بين الحق والباطل عشان الناس تفهم، او رجل الشارع يفهم، او الانسان العادي يفهم ايه اللي بيحاك ضد مصر وايه اللي بيحاك ضد الصناعة المصرية. السيد وزير الصناعة خد قرار امبارح برسم حماية. اللي عايزه يعرفه كل ان الكلام ده بقاله 8 شهور تحت قيد الدراسة، وتحت قيد الدراسة المتأنية جدا، رغم احنا كنا في ظروف شديدة الصعوبة وبالغة الصعوبة. كل المصانع الى حد ان في الفترة الاخيرة بدأت المصانع تبلغ الغرفة وتبلغ وزارة الصناعة بان هي توقفت. يعني في اكتر من 5 مصانع توقفوا وبلغوا الغرفة وبلغوا وزارة الصناعة، والطلب منا في اللجنة اللي بتدرس الموقف أوراق كتيرة جدا من الغرفة، وبالتالي الغرفة بدورها طلبتها من المصانع وودنا كل البيانات اللي طلبها اللجنة اللي بتدرس الموقف. وعن اقتناع بواقع الحديد اللي بيدخل المينا سواء في اسكندرية أو في دمياط أو في أبو قير أو في السويس، وبناء على التقارير والمعلومات اللي هي جمعتها طلع قرار برسم الحماية. هو الرسم الحماية من وجهة نظرنا احنا كصناع هو الحدود الدنيا للقرار، لان كل بلاد العالم رسمت قررت فرضت رسوم حمائية اكتر من كده بكتير. يعني على سبيل المثال امريكا عملت رسم حماية، هي وتايلاند وكندا وماليزيا عملت رسم حماية 110% على الحديد الصيني، فين احنا من الكلام ده من رسم حماية 7.3 عشان كل الثورة دي تحصل. الحاجة التانية قد يؤدي القرار بالنسبة لأوكرانيا وتركيا الى الحدود الدنيا، ان احنا ممكن نشتغل بهامش ربح بسيط وما نخسرش. الاول كنا شغالين وبنخسر. فيما يخص الصين انا برضو يعني ما زال هنقدم حاجات كتيرة جمعناها للجنة اللي بتدرس عشان ان شاء الله يتم تعديل على القرار في مصالح المصانع المصرية. المصانع المصرية محتاجة دعم وزارة الصناعة ومحتاجة دعم الدولة متمثلة في رئيس الوزراء، ومحتاجة الإعلاميين يقفوا جنبها، لأن مدخل أي دولة وازدهارها هي في ازدهار صناعتها. فأنا يعني برد على المشككين والناس اللي هم قالوا إن ده قرار عشان بيحموا ناس فشلة أو لا. أنا عايز أقول إن إحنا عمرنا ما كنا فشلة، بدليل ان احنا اخترنا ان احنا نعمل مصانع استراتيجية في بلدنا، بدليل ان المصانع دي استثماراتها عالية جدا ومن اعلى الاستثمارات في الصناعات هو استثمارات الصلب. فمش ممكن على واحد فاشل ومش ممكن على واحد مش وطني ان يعمل صناعات تقيلة عشان يدعم بها بلده وعشان يعمل صناعة استراتيجية لبلده الاحرى بالدولة ان هي كانت تعملها. فلما يدخل ناس وطنيين يشيلوا عن كاهل الدولة انها تعمل المصانع الكبيرة دي يبقى مش فشل. بس برد على الناس اللي هم اتكلموا في الموضوع ده. ثانيا لو احنا بنناشد المكسب او هو هدفنا بس، اكيد كنا اتجهنا باستثماراتنا لمصانع اكثر مكسب. كنا عملنا بدل ما نعمل مصنع واحد ب 7-8 مليار دولار
كنا عملنا بيهم مصانع شوكولاتة ومصانع شيبسي ومصانع مكرونة، المصانع اللي هي تكلفتها قليلة وبتكسب كتير لو احنا هدفنا المكسب. انما احنا ناس وطنيين وهدفنا مصلحة بلدنا، وهدفنا مصلحة بلدنا ومصلحة قطرة الصناعة ان هي تنمو بلدنا وتنافس البلاد العالمية، لان البلاد العالمية مش اقل منا في اي حاجة، احنا مش اقل منهم في اي حاجة. رغم ان هو رسم حماية زي ما قلت لكم هو الحدود الدنيا بالك، وكان المفروض يبقى اكتر من كده بكتير بالك، بس دي وجهة نظر اللجنة، وتشكر على ان هي عملت رسم حماية عشان تعمل تحمي الصناعة المصرية. بس انا اعتقد ان هي دي مش المرحلة الاخيرة، ان احنا برضو هنفضل نقدم المستندات، وهنفضل برضو نقدم اوراقنا في ان في اغراق على مصر من البلاد دي، وان شاء الله هننجح في ان احنا ناخد قرار اغراق في الفترة اللي جاية. الناس اللي بتقول ان قطاع المقاولات هيتأثر تأثر شديد وان المقاولات هتقف وان قطاع المقاولات، الكلام ده مش مظبوط بحسبة بسيطة جدا جدا جدا. اي مبنى بيستهلك 8% من الحديد. خلينا ناخده على السكيل الصغير، انه لو قلنا شقة 100 متر، الشقة 100 متر بتاخد 3 طن حديد. ال 3 طن حديد لو احنا المصانع زودت ال 300 جنيه او ال 290 جنيه رسم الحماية بالكامل، الشقة ال 100 متر اللي بتتباع ب 200000 جنيه هتزيد 900 جنيه. فهل يعقل ان 900 جنيه هتأثر على قطاع المقاولات بالكامل وهتخربه وهتوقفه عشان 900 جنيه زادوا على 200000؟ اي سلعة في مصر زادت اكتر من كده في الاربع خمس سنين اللي فاتوا يمكن 3 اربع اضعاف القيمة، مش جزء من القيمة. ورغم ذلك احنا بنوعد وزير الصناعة اللي هو بادر باتخاذ القرار، وبنوعد السيد رئيس الوزراء، وبنوعد السيد رئيس الجمهورية اللي هم، وبنوعد الشعب المصري قبليهم، ان احنا مش هنزود في اسعار الحديد، وان احنا على قدر المستطاع هنعيش باي هوامش ربح بسيطة خلال الفترة اللي جاية، عشان نثبت للناس كلها ان احنا مش سعات ارباح ومش سعات جمع مال، وان احنا بنشتغل عشان بلدنا تبقى كويسة مالك، وعشان القطاع ده يشتغل، لان القطاع ده فيه اكتر من 100000 عامل واستثماراته فوق 100 مليار جنيه بالك. مش ممكن الكيانات دي كلها والعدد العمالة دي، عدد العمالة المباشرة فوق 100000 واحد، يعني فيه اكتر من 300000 واحد تاني عمالة غير مباشرة مالك. ورغم ذلك انا مش عارف الناس اللي بيزايدوا على ايه. كان يعني احنا في مرحلة في بلدنا لابد ان احنا نتحرى الدقة قبل ما نتكلم، ولابد ان احنا كل معلومة تصلنا لازم ندرسها قبل ما نعقب عليها. مش كل واحد يطلع عارف كلمة يزايد بيها، مش كل واحد عارف معلومة عايز، مش كل واحد له مصلحة شخصية يطلع يزايد في الكلام على القرارات بتاع الحكومة. احنا بنصدق ان الحكومة تاخد قرارات، فما ينفعش ان احنا نضغط على الحكومة بشكل سلبي عشان يتراجعوا في قراراتهم. المفروض اي قرارات ايجابيه تتاخد نقول لهم متشكرين ونشكرهم على ايجابيتهم في التصرف، مش ان احنا نقعد نضغط عليهم لدرجه ان اي حد تاني يخاف ياخد قرار تاني. مش ما عادش ينفع، احنا عايزين نساعد نفسنا وعايزين نساعد بلدنا.